طبعا يا اخواننا، في حاجة مهمة شديدة انا نسيت اقولها في التسجيل الاول، اللي هي كانت في مادة خاصة بالحصانات في قانون مكافحة الفساد، ودي واحدة من الاسباب اللي ادت ل يعني انسحابي من المشروع في السودان، وانهم ركنوا المشروع وما قدروا يعملوه، لانه في الوثيقة أو النص اللي أنا قدمته أو في الدراسة اللي قدمتها أنه المفوضية مكافحة الفساد بالقانون يكون عندها، يعني بالمناسبة كل جهة حكومية عندها قانون وعندها حصانة، يعني ناس الشرطة عندهم حصانة، ناس الجيش، ناس الأمن، ناس ولاة الولايات، يعني في كمية. السودان أكثر دولة في العالم بالمناسبة فيه حصانات، ومع وجود الحصانات بيكون مستحيل انك تقدر تطبق البرامج بتاعت مكافحة الفساد. طالما في حصانات معناتها المشروع حيفشل، فما بالك في بلد فيه حوالي 320 نوع من الحصانات. يعني حتى العسكري ساكت بتاع المرور في الشارع عنده حصانة، يعني لو عمل لك اي حاجة ما بتقدر تاخذ من حقك منه بالساهل يعني. ده كان مسار جدل كثير طويل يعني بيني وبين الحكومة السابقة، في أنه لا، لازم المفوضية، قانون المفوضية يدي المفوضية الحق في رفع الحصانة عن أي شخص كان، يعني ما عدا رأس الدولة. يكون في يعني إجراءات يعني شوية بيكون كومبليكيتد لرفع حصانته، لكن أي شخص آخر، مساعدين رئيس الجمهورية، نوابه، ولاة الولايات، الوزراء، السياسيين، ضباط الشرطة، ضباط الأمن، ضباط الجيش، أيا كان، أي شخص سوداني داخل أرض جمهورية السودان، إذا في واحد مواطن عادي جاب مستندات وأدلة للمفوضية بتدين المسؤول ده، المفوضية بتخطره بالحضور. إذا ما جاء طوالي بترسل الشرطة بتاعتها ببضوء وبدون ما ترجع للرئيس بتاعه، يعني في ضابط أمن بنرسل البوليس نعتقله بدون ما نرجع لرئاسة جهاز الأمن والمخابرات. يعني المفوضية يكون عندها السلطة القانونية في رفع الحصانة، يعني المفروض في بروسيجر معينة لرفع الحصانات ومعقدة جدا، وده سبب مشكلة مكافحة الفساد في كل دول أفريقيا والدول العربية، أنه في بروسيجر طويلة عشان ترفع الحصانة عن ضابط الأمن ده أو ضابط الشرطة ده أو الوزير ده أو البرلماني ده أو المحامي ده. فكان النجاح والتحدي، التشالنج الكبير اللي بيواجه المشروع، أنه يا إخواننا يا إما تدونا في المفوضية أو تدوا المفوضية الحق القانوني بغض النظر، يعني يكتب في النص كده بغض النظر عن أي قانون آخر، فأنه المفوضية من حقها رفع الحصانة عن الشخص دون الرجوع لرئيسه. طبعا دي كانت مادة يعني صعبة جدا، وكانت حد يعني هم شعروا بأن المادة دي حتدخلهم كلهم السجن كلهم، عشان كده يعني المشروع باختصار اتركن يعني، وتعرضت انا لما كنت اللي ما تعرضت له يعني، والحمد لله يعني الاعمار بيد الله. فمادة الحصانات هي أهم نقطة في مشروع مكافحة الفساد في أي دولة. بالمناسبة اشتغلنا احنا مع جمعية المدققين الإماراتيين، اشتغلت مع دول الخليج في كثير من المؤسسات بتاعتهم حقت المعنية بمكافحة الفساد أو التدقيق بتاع الحسابات الداخلية. في دول نهضت بالمناسبة، الناس محبطة من السودان انه ممكن ما لا السودان لو عبر من المرحلة دي الى مرحلة فيها استقرار بينهض بسرعة بالمناسبة، لانه احنا عندنا الموارد الطبيعية، وعندنا اهم حاجة اللي هي المورد البشري. احنا عندنا امكانيات بشرية مهولة جدا حول العالم، يعني تستطيع ان تنهض بالسودان في خلال 5 سنوات، فقط 5 سنوات، اذا حتى حصل الاستقرار وجاءت حكومة رشيدة وخطت المصلحة الوطنية، صدقوني السودان ما بياخذ أكثر من 5 سنوات عشان يكون في الترك الصحيح وينهض بشعبه.
وعندنا نماذج يعني رواندا من الدول اللي كانت فيها مذابح بين قبائل الهوتو والتوتسي، والجثث كانت في الشوارع، يعني كان حالتهم سيئة جدا. الآن رواندا خلال سنوات بسيطة جدا لأنها جات حكومة جادة وحكومة قوية خلال وحاربت الفساد، وأنا زرت رواندا مرتين. هي دولة صغيرة جدا ودولة مغلقة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا. الآن رواندا مصنفة عالميا ضمن أسرع الاقتصاديات في العالم نموا، يعني حتى فاتت الصين، فاتت أمريكا، فاتت كذا. بالمناسبة عملية الفساد على ذكر أمريكا والدول الأخرى ما مربوطة بدول معينة، يعني الفساد موجود في كل دول، يعني حتى في أمريكا. أنا لو أديكم الإحصائية الأخيرة اللي طلعتها ترانسبيرنسي انترناشونال، احنا طبعا جينا سابع افسد دوله في العالم، احنا رقم 7 ضمن افسد 7 دول في العالم للاسف الشديد. يعني غير كده السودان خارج عن كل المؤشرات الدوليه، كل مؤشرات القياس التنمويه حول العالم المطبقه، السودان اوت برا، ما داخل فيها، او مكانه صفر، سواء مؤشر التنميه، مؤشر حريه التجاره، مؤشر الشفافيه والنزاهه، مؤشر يعني كل المؤشرات الدوليه تحت القياس السودان صفر فيها. لكن لو جينا لدول مثلا نحن في المرتبة 7 ضمن أفسد الدول في العالم، ده في عام 2018 بالمناسبة. مصر في المرتبة 35، كندا في المرتبة 81، الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 71، يعني برضو فيها كمية كبيرة من الكوربشن. لا سوري، الولايات المتحدة في المرتبة 22، يعني من 180 دولة حول العالم أمريكا في المرتبة 22. كندا متطورة جدا في مكافحة الفساد. كندا أحرزت 81 نقطة من 100 نقطة. كندا في المرتبة 9، أفضل من الولايات المتحدة بأكثر من مرة ونص، يعني المرتبة 9 من 180 دولة. مصر جارتنا في المرتبة 35. مصر سوري، مصر في المرتبة 105، يعني من 180 دولة مصر رقم 105. يعني أحرزت مصر 35 نقطة من 100 نقطة. هي المؤشر بتاع مدركات الفساد بيبدأ بصفر إلى 100، ده القياس من صفر إلى 100. صفر معناته صفر صفر كوربشن، ما في كوربشن. طبعا ما في دولة ما فيها كوربشن، كل الدول فيها كوربشن. يمكن الدول الإسكندنافية هي أفضل الدول في العالم في مجال الأنتي كوربشن، اللي هي السويد والنرويج وفنلندا والدول دي. بعد تجي دول أوروبا الغربية، بعد الولايات المتحدة وكندا وإلى آخره. يعني بتبدأ من المؤشر، في مؤشر اسمه مؤشر مدركات الفساد. بالمناسبة ده مؤشر مهم جدا، وناس الترانسفيرنسي انترناشونال وعدونا في السودان أنه إحنا حنجي نبني لكم المؤشر ده، يعني نضع لكم مؤشر لقياس درجات الفساد في كل وزارة من الوزارات من 0 إلى 100، كيف تقدر تحقق التطور في كل وزارة. وطبعا كان من ضمن البرنامج تحفيز الوزارات الحكومية والهيئات بتقديم جوائز، جوائز سنوية للوزارة اللي حققت نسبة عالية جدا من الشفافية والنزاهة في عملها خلال العام. يعني كان في برامج كثير حقيقة. موضوع المفوضية موضوع طويل جدا، لكن الوقت ما بيسمح للتفاصيل. طبعا انا عملت قبل كده محاضرتين في دار القضاء السوداني في شارع بيت خاتم، وكانت المحاضرات دي يعني المحاضرتين دي كان يعني فيها حضور جيد، تقريبا حوالي من 300 الى 350 شخص حضروه، وكلاء النيابه، القضاه، محامين من الشرطة، من الأمن والمخابرات، من يعني من الخارجية السودانية، يعني حضروا المحاضرات دي، كان عليها حضور جيد.
وانا ممكن انزل لكم حتى صور بتحتي في لقائي مع وزير العدل ومع اللي هو عوض النور الوقت ذاك كان وزير العدل السوداني، ومع وطبعا كان في الموضوع المراجع العام لجمهورية السودان والنائب العام لجمهورية السودان والمدعي العام لجمهورية السودان. يعني انت بتحارب الفساد بالعدالة، وبالمناسبة الفساد ايضا مرتبط بالديمقراطية، يعني كل ما كان في ديمقراطية كل ما كان درجة الفساد اقل ودرجة الشفافية اعلى. يعني هي معادلة صفرية، معادلة صفرية، كل ما ارتفعت درجة الشفافية كل ما نزلت درجة الفساد، وهكذا يعني. شكرا شكرا عبد النبي شاهين.